ككل عام يستعرض صانع السيارات ضمن منافسة محتدمة آخر ما أنتجته شركتهم من سيارات متنوعة بأسعار في متناول الأغلبية وأشكال ونماذج تسعى لنيل إعجاب أكبر عدد من الرواد. كان واضحا من كبريات الشركات الأمريكية التي تعود هذا العام بقوة للأسواق أنها تتبنى الآن صناعة السيارات الكهربائية التي تعمل بنظام البطاريات كتوجه جديد يعكس هوس المستهلكين الغربيين بالحفاظ على البيئة. وتعتبر سيارة الفولت صغيرة الحجم ذات الأربعة مقاعد القادرة على قطع مسافة 200 ميلا بطاقة كهرباء بطارياتها فقط تعتبر تجسيدا لتوجهات المستهلكين. لدينا سيارات تعمل بالبنزين التقليدي، ولكن يجب النظر إلى المستقبل البعيد. علينا الاستثمار في السيارات الكهربائية، وبإمكاننا تصنيع سيارات بأسعار معقولة ومريحة. الشركات الآسيوية التي تنافس بقوة الشركات الأمريكية أيضا هنا قدمت هذا العام سيارة دفع رباعي اعتبرها الكثيرون فريدة من نوعها، تمزج بين صلابة البنية والمحرك وحجم السيارات العائلية. إنها سيارة تايتن التي يتوقع أن تكون منافسا قويا للسيارات الأمريكية. إننا نواجه بالفعل منافسة شديدة من شركة فورد وسيارات سيلفرادو، ولكننا سنقدم سيارتنا بأسعار تنافسية تلبية لرغبة المستهلكين. حاول الأوروبيون المصنعون للسيارات الباهظة الثمن من جهتهم الاستحواذ على شريحة من المستهلكين من خلال خفض أسعار سيارات الدفع الرباعي العائلية، فأنتجوا سيارة ديسكفري ذات المقاعد السبعة والتي تعتبر السيارة المثالية للعائلات حسب كثيرين هنا. هذه السيارة ستقربنا من شريحة جديدة من الزبائن والمستهلكين. الخلاصة الأولى لمعرض هذا العام أن قطاع السيارات الأمريكي الذي كان على وشك الانهيار قبل 8 سنوات عاد الآن بقوة ليواجه منافسيه الأوروبيين والأسيويين، ورأى مستهلكين يرون في سيارات المستقبل سيارات أصغر حجبا وأقل استهلاكا للوقود. ناصر حسين، الجزيرة، ديترويت، ولاية ميشيغان. هوس المستهلكين الغربيين بالحفاظ على البيئة. وتعتبر سيارة الفولت صغيرة الحجم ذات الأربعة مقاعد القادرة على قطع مسافة 200 ميلا بطاقة كهرباء بطارياتها فقط تعتبر تجسيدا لتوجهات المستهلكين. لدينا سيارات تعمل بالبنزين التقليدي، ولكن يجب النظر إلى المستقبل البعيد. علينا الاستثمار في السيارات الكهربائية، وبإمكاننا تصنيع سيارات بأسعار معقولة ومريحة. الشركات الآسيوية التي تنافس بقوة الشركات الأمريكية أيضا هنا قدمت هذا العام سيارة دفع رباعي اعتبرها الكثيرون فريدة من نوعها، تمزج بين صلابة البنية والمحرك وحجم السيارات العائلية. إنها سيارة تايتن التي يتوقع أن تكون منافسا قويا للسيارات الأمريكية. إننا نواجه بالفعل منافسة شديدة من شركة فورد وسيارات سيلفرادو، ولكننا سنقدم سيارتنا بأسعار تنافسية تلبية لرغبة المستهلكين. حاول الأوروبيون المصنعون للسيارات الباهظة الثمن من جهتهم الاستحواذ على شريحة من المستهلكين من خلال خفض أسعار سيارات الدفع الرباعي العائلية، فأنتجوا سيارة ديسكفري ذات المقاعد السبعة والتي تعتبر السيارة المثالية للعائلات حسب كثيرين هنا. هذه السيارة ستقربنا من شريحة جديدة من الزبائن والمستهلكين. الخلاصة الأولى لمعرض هذا العام أن قطاع السيارات الأمريكي الذي كان على وشك الانهيار قبل 8 سنوات